اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن ايمن، تحيات لحضرتك وكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. يتجدد اللقاء وجوله جديده من جولات الاستوديو التحليلي ومباراه الاهلي والقطن الكاميروني، المباراه المؤجله من الجوله الاولى لدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا، مباراه بالطبع في غايه الاهميه والصعوبه ان شاء الله لعوده النادي الاهلي واستعاده مكانته في المجموعه الثانيه، خاصه انها قبل رحله صعبه جدا لجنوب افريقيا لملاقات سان داونز في مباراه العوده، ومن بعدها السفر للكاميرون لملاقات القطن مجددا. بالطبع النادي الاهلي يعني استعد لهذه المباراه بشكل اكثر من رائع، يمكن يوم واحد بس راحه كان يوم الاربعاء بعد مباراه الداخليه، يوم الخميس على طول الفريق بدا استعداده لمباراه القطن. التدريب كان صباحا ويشاهده كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اللي اتكلم مع اللاعبين بمنتهى الوضوح عن اهميه هذه المباراه واهميه المرحله القادمه، وطالب اللاعبين ببذل يعني اقصى جهدهم بالشكل اللي يليق بمكانه ونجوميه لاعبي الاهلي، وكمان يليق بطموحات جماهير النادي الاهلي وادارته وكل محبيه في كل مكان. الفريق اختتم استعداداته بالامس بمران مسائي، مران قوي جدا، سبقه بالطبع محاضره فيديو للجهاز الفني يتكلم فيها عن ابرز نقاط القوه والضعف لمنافس الاهلي اليوم فريق القطن الكاميروني، وكمان خطه اللعب اللي ان شاء الله الفريق ينفذها النهارده. نتمنى طبعا التوفيق لاي لاعبين هيبداوا هذه المباراه يادوا بالشكل المطلوب. الفريق طبعا ابتدى يوم النهارده كمان هنا في فندق الاقامه كابتن ايمن بشكل مبكر، الساعه 10 كان الفطار، من بعدها فتره الاكتيفيشن زي ما متعودين دايما مع مستر كولر كانت في تمام الساعه 11، ومن بعدها الغداء كان الساعه 2، والفريق يعني اختتم السباق بشكل اكثر من رائع. خليني كمان اكلمك على الاجواء هنا داخل غرفه داخل فندق الاقامه كابتن ايمن، يمكن الفريق حاله معنويه كبيره جدا، اكيد طبعا جلسه كابتن محمود الخطيب مع اللاعبين فرقت معاهم، اللاعبين كمان الكبار كان لهم دور ان هم لموا اللعيبه واتكلموا عن اهميه هذه المرحله سواء مباراه اليوم امام القطن او كمان المباراتين القادمتين في دوري ابطال افريقيا امام سان داونز والقطن مجددا قبل نهايه المشوار المجموعات بملاقات الهلال هنا على ارضنا. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي، اي 11 لعيب يبداوا اليوم يكونوا موفقين ويكونوا على قدر طموحات جماهير النادي الاهلي، وبالطبع جمهور النادي الاهلي هيكون موجود النهارده في المدرجات هيكون داعم للفريق. يتبقى فقط دعوات كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان بالتوفيق، ويبقى دايما النادي الاهلي في المقدمه ويبقى دايما رقم واحد. كلمه ليك كابتن ايمن، اتفضل. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق، طمنا على الاجواء، الاجواء مثاليه.